هنا المهندس جون طلعت وكيل لجنه اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طبعا في ناس كتير قوي الحقيقه عانت من موضوع الهاك وانتحال شخصيه الغير وتلفيق الصور وخلافه. في ناس كتير قوي يعني بيهمها قوي ان يكون في تصدي بقى لهذا الموضوع. اخيرا البرلمان وصل لحل. كلمنا النهارده يعني في غايه طبعا، في ناس كتير قوي بتعاني واكيد وصلت لكم يعني شكاوى، فعشان كده قمتم على طول بمناقشه هذا الموضوع. اتفضل. يعني بعض النواب بيحصل معايا نفس المواضيع، بتلاقي صفحات بتنتحل صفات، ناس بتعمل ايميلات بتنتحل صفات، بتزوج اشاعات او بتتكلم اي كلام فيك. يعني كان لازم يبقى في قانون زي ده، القانون مش بس علشان الايميلات والمواقع، لكن كمان المواقع اللي بيتم اختراقها او الحسابات اللي بيتم اختراقها، الفيزا كارد اللي بيتم اختراقها واستخدامها. كل ده خلال الفترة اللي فاتت كلها ما كانش عندنا قانون في مصر بيبتدي يحاسب الناس دي كلها. يعني النهارده اللي يعمل موقع الكتروني ويبتدي يبث من عليه بعض الفتن او الاشاعات او الكلام ده كله بيتم محاسبته. سرقة اللي حضرتك بتتكلمي عليه، ان انا اعمل ايميل خاص لموقع او للسوشيال ميديا وابتدي اخد صور من حد واعمل صفحة فيك لحد معين وابتز بيها بعد كده، كل ده النهارده بقى بالقانون وبيتم محاسبته. يعني الحقيقه كان الاول ان بعض الناس اما بتعاني من هذا الموضوع وتعرف ان في خطر كان مباحث الانترنت الحقيقه بتتدخل لحمايه المواطنين، لكن دلوقتي الموضوع اصبح كمان قانون وجريمه كبرى ويعاقب عليها قانون للحبس زي ما القانون بيقول. خلينا هي الاول كانت بقى يعني دايما بتروح الشكاوي لمباحث الانترنت، وبرده بعد القانون ما يخلص هيبقى في برده مباحث الانترنت هي مزوده بتقنيات عاليه ان هي يتم ضبط بعض المرتكبين هذه الحوادث يعني. والنهارده يبتدوا يعاقبون بالقانون الموجود بدل ما كان بالقانون العقوبات كان اي حد بيعرف يخرج يعني. طب هل التعرف على الشخص ده اللي صنع بريد الكتروني مزور او موقع او حساب خاص ونسبه له بالزور، هل التعرف عليه بيكون صعب ولا في اليات للتعرف عليه؟ لا بقى في اليات يا فندم النهارده موجوده سهله جدا، والتقنيه عاليه جدا بقت موجوده في الاجهزه المختصه، نقدر نجيب اللي عمل الاكونت ومكانه كمان. لكن انا شايفه ان اللجنه الحقيقه مش بس النهارده اجتمعت، لكن في كمان ايام اخرى، لان واضح ان هذا الموضوع من الاهميه وفي بنود كتيره. ايه غير هذه البنود دي هيتم مناقشتها في الايام القادمه؟ هو القانون بيضم 45 ماده، احنا عملنا 3 اجتماعات اتوافق على القانون من حيث المبدا كشكل عام. احنا شغالين خلال اليومين اللي فاتوا وصلنا لماده 26 اللي بناخد ملاحظات فقط، احنا ما وافقناش برضو لغايه دلوقتي على المواد. احنا كل ده بناخد موافقات او ملاحظات الجهات المختصه من الحكومه والاجهزه المعنيه. القانون كبير قوي، يعني منه القنوات الفضائيه اللي بيتم بثها عن طريق يعني عن طريق سيرفرات او ترددات خارج التردد نايل سات، ده بيتم محاسبته ودفع الغرامه برضو. عن طريق برضو بيحاسب الناس اللي بتسرق. انت عارفه حضرتك ممكن يبقى في مثلا لينك كده او موقع الكتروني يقول لي حطي الفيزا كارد ويبتدي يسرق الفيزا كارد بتاعت حضرتك او الماستر ويبتدي يتعامل بيها، ده برضو بيتم محاسبته بالقانون. فالقانون شامل كل ما هو فيه تقنيه المعلومات كلها، عشان كده هو اسمه مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. تمام. لكن الحقيقه رغم اهميه هذا الموضوع، لكن هتطلع برضو بعض الاصوات بتقول لك ان القانون بيتنافى مع الحريات، هتردوا عليها بايه؟ خالص، انا يعني من اول يوم اول ما جالنا القانون وابتدينا نناقشه، انا اول حاجه اكدت عليها ان هو القانون ما بيحرمش الحريه الشخصيه، اللي عايز يعبر عن رايه يعبر براحته خالص. لكن في فرق ما بين تعبير عن الراي وفي ان انت بتاخدي اكونت حد او بتسرقي صفحه حد معين، دي مش حريه خالص يعني. ده انتهاك للحريه. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس جون طلعت وكيل لجنه اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.